أفادت مصادر في الاستخبارات العسكرية العراقية بأن 23 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا في قصف لمروحيات الجيش العراقي استهدفت مواقع التنظيم في قرى جبال حمرين المحاذية لحدود محافظة كركوك شمال محافظة ديالى. وأكد مصدر استخباراتي من قيادة عمليات دجلة أن من بين القتلى قياديين سعوديين، الأول مسؤول تجنيد في صفوف التنظيم والثاني مسؤول كتيبة الآليات. وقال المصدر إن القصف أدى إلى تدمير 4 مركبات تحمل أسلحة.